اللي توعدت. واخر اخبار الطبيب ديالكم شنو اخر اخبار؟ سي جمال غير اون بتيت كيسيون على لاربيتراج، واش ما كاينش شي اعتراض شي حاجه هكذا؟ اش غادي نقول لك ابري ان ماتش تي بو با ما تقدش الريزلتا الا لا واخا تعترض تي بو ريان شونجي. السيمانه اللي فاتت تو الموند افي كونتر مراكش كوب. لا بون ماشي اعتراض في لو تيرم اكزاكت ديال الاعتراض ولكن غير شي كايا هذا. لا جو كخوا جو سي سور اي سارتان هذا سو لو رول دو لادمينستراسيون يعني تاعنا سي اوبليجي غادي غادي ايسيو يدو يفون ايكخيغ على فيدراسيون. جو كخوا كو سا شونج ريان دي تو. حنا كان حنا كيما قال انت تقولوها هي ايناغشي غادي نتعلم تانا ما اناش شوي البيتيتي شوي دوجده كنا نعرفو الحوار اللي دار بينك وبين العايز ديالك واحد الوقت جا عندك وهضر معاك وكان كوقت على لو جوار سيمون دارت شي حاجه مهمه. لا ما كانش مقلق على جوار كان جاي كان فيه الجوار نتاعي كانوا مقلقين على الاربيت. دونك انا قلت كوم جي دي او ديبي فو بلي الاربيت قلتها لهم السيمانه اللي فاتت قلت لهم ايكوتي اون فا ابخوندغ ا جوي 12 كونتر 11 مي دابا جو في ابخوندغ ا جوي 12 كونتر 11 جامل من الاكسبيري ديالك حتى عندك ماشي سي موا كي لعب سي جامل اكسكيوز موا مي اسكو فو فويي با كو فوتر انترفونسيون سور لو تيران فوتر انتوزيازم ديز sur le terrain ne pourrait pas se répercuter sur les joueurs à l'intérieur. Ils continuent au lieu de s'occuper de se jouer de jouer, ils s'occupent de l'arbitre. Là, je crois que c'est la deuxième année de ma lève, donc ils connaissent mon caractère. Vous leur avez transmis. Je suis un passionné, donc moi même mes joueurs ils sont passionnés. On a comme goal que bien les joueurs ont taillé qu'un hadro pour gagner le botola. A te goûter peut-être. Là. Avant vous m'a parlé de votre équipe, c'est Gilani m'a dit que nous avons une très bonne équipe. Non, on est en train de travailler. On a goûté dernier un objectif. L'objectif est là. On a donné la passion avant notre match. Quelle est une stratégie? Il y a la stratégie et il y a des traits. غتكون بارسومي بار دي زوبستاكل بارمي هاد لي زوبستاكل هادشي لي كومبوزونت نتاع الفوتبول لاربيتراج. حنا غادي نحاولوا نتسلقوا دوك لي زوبستاكل غادي نطيحوا ونقزوا نطيحوا ونقزوا ونحاولوا نزيدوا باش ان شاء الله باش نكملوا لا سيزون ترونكيل ان شاء الله ونكونوا جو فو برومي ان شاء الله كون سرا بارمي لي سيزون ان شاء الله. جمال ابدا ما كاينش هاد ما كاينش اولا نهائيا لانه هذه جامعه جديده فيها رئيس نافي هي تيعمل يعني بقوه ورسل ام غلاف مالي كبير للانديه اكثر من هذا دار واحد التغيير جذري في المديريه ديال التحكيم. معناها ملي كندير انا التغيير في المديريه يعني خصني نمشي احسن من 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 الاحسن للاحسن من الاسوء للاحسن ماشي العكس. بالتالي حنا ابدا نحن غير مستهدفين وما حتى واحد ما كيقول حنا مستهدفين ولكن كنقولوا حنايا نظلم دابا ظلمنا في الكوكب وظلمنا هنا هذا ما حقنا هذا ما فيه لا اخلاقيات لا ولوم يحزنون هذا راي ديال فهمتي هذا ما فيه نحن لا نطعن في اي شخص نحن فقط نقول لقد ظلمنا. شكرا. اخر خبر هذاك اللاعب اللي تصاب هذا نقل الى يعني مصحه خاصه ديال يعني كيشرف المغرب لا مير سلطان عند العرس على الدكتور ريفتي دابا راه غادي اخر اخبار غير على اللي هو فقد الوعي وقع له ارتجاج وتيقول لهم نحن في اللاعبين وهذا دليل على انه ضربه الجزاء لم تكن مشروعه يعني كان اصطدام بينه وبين القناه تاع الطاقم الكاروشي. شكرا.